جاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتعيين فتحي مبروك كمدير فني للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا لمحمد يوسف. جاء ليكون حلقة جديدة في مسلسل بدأ قبل أكثر من 20 عاما. مبروك أو رجل المهام الصعبة في القلعة الحمراء، قاد الفريق الأول من مقعد المدير الفني بداية التسعينات، وذلك قبل قدوم الإنجليزي مايكل إيفر. ثم تقرر نفس الأمر عقب رحيل المدرب الهولندي جو بونفرير في مايو 2003، عندما وضعت إدارة الأهلي ثقتها في الرجل الذي نجح في قيادة الفريق للفوز بكأس مصر بعد تغلبه على الإسماعيلي بفارق ركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله في 30 يونيو عام 2003. ثم عاد في نوفمبر من نفس العام وقاد الفريق في لقاء القمة رقم 92 أمام الزمالك بعد رحيل البرتغالي توني أوليفيرا، وخسر الأهلي بصعوبة بهدف جمال حمزة قبل أن يفوز على المنصورة بهدف محمد فضل، قبل عودة البرتغالي مانويل جوزي لتسلم المهمة للمرة الثانية. ولد فتحي مبروك في 5 يوليو عام 1951، وانضم لصفوف براعم الأهلي في سن 9، ولعب في صفوف جميع فرق الناشئين والشباب قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول موسم 71-72 مع الخبير المجري هيدي كوتي. مع جيل السبعينات الذهبي تألق مبروك في مركز الظهير الأيسر، وشكل مع الرباعي حسن حمدي وماهر همام ومصطفى يونس وأحمد عبد الباقي خط دفاع حديدي تحطمت أمام صلابته هجمات المنافسين. خلال ما يقرب من 10 سنوات دافع خلالها النجم الكبير عن ألوان الأهلي، توج مع الفريق ب8 ألقاب، منها سداسية في الدوري ولقبين في كأس مصر. مبروك الذي شغل منصب المدير الفني لفريق الشباب بالأهلي منذ 2007، سبق له تولي مهام المدرب العام للفريق الأول مع الثلاثي مايكل إيفر وأنور سلامة وطه إسماعيل، كما قام بنفس المهام في منتخب مصر مع الراحل الكبير محمود الجهري مرتين، الأولى عام 88، وساهم في بلوغ المنتخب الوطني نهائية كأس العالم بإيطاليا 90 بعد غياب دام 56 عاما، الثانية عام 98، ونجح مع باقي أفراد الجهاز الفني في إعادة مصر لمنصات التتويج بكأس الأمم الإفريقية على حساب جنوب إفريقيا.